مساء الفل على احلى عيله، عيله ايزي بايكر. النهارده هنبدا تاني سلسله عشوائيات بايكر، يعني حاجه بقالنا كتير كده وزمان ما عملناهاش. انا عن نفسي وحشتني السلسله دي جدا، الفلوجات وانا بتمشى كده في اسكندريه. طبعا احنا هنا في سموحه على خط القطر، متجهين على شارع كروسيز. تمام، احنا رايحين كده رحله ليليه، هوصل صاحبي لزيزينيا. انا بصراحه بقالي كتير قوي قوي ما سوقتش كده بالليل في الوقت الجميل، الوقت الفاضي بتاع اسكندريه. بحب جدا جدا اسكندريه كالعاده، يعني بالليل هتلاقي اغلب الفلوجات اصلا اللي انا بعملها هتكون بالليل. ليه؟ عشان اسكندريه فاضيه، بس دي اجمل حاجه اسكندريه. طيب عندنا هنا شارع نقل وهندسه، طبعا انا بحب اقول الاماكن اللي انا بعدي فيها برضو عشان اللي متابعينا في محافظات مصر الكتير، الناس الجميله اللي منورانا من بره اسكندريه. عندنا هنا ده نقل وهندسه، طبعا بيبقى حاليا الفتره اللي فاتت دي يعني شبه كده حاجه ترند كده في اسكندريه، الناس كلها بتتجمع كتير هناك، الكافيهات بدات تفتح كتير، المطاعم، الكلام ده كله. عندنا هنا داخلين على كيروتيز، طبعا زمان كنت شغال في محل موتوسيكلات. انا كان فين بقى؟ كان هنا بالظبط، كان اخد 4 ابواب هنا، بس زمان قوي بقى. يعني انا اصلا بدات القناه وانا اصلا كنت شغال في المحل ده، كنت انا اللي ماسكه، قعدت بالظبط 7 شهور فيه. هنا احنا بدل ما نطلع على ابو قير على طول عشان في اشارات كتير، هنخش من كفر عبده. هنا دي اختصارات برضو، او الناس اللي في اسكندريه برضو ما يعرفوش الاختصارات دي يعرفوها بقى مننا دلوقتي. وانا في اسكندريه هنا ببقى مشغل الفجات اللي انا جايبها دي يا جماعه، توراتيك دي تعتبر من اغلى الانواع عموما في الاكسسوارات بتاعت الموتوسيكلات، يعني تعتبر من اغلى الحاجات. يعني دي ثمنها، شفته الجديد منها بحوالي 8000 جنيه تقريبا، بس طبعا جبتها بسعر اقل من كده بكتير جدا لان هي مش جديده، هي كده مش بتفرق قوي يعني بصراحه. والحمد لله انا ما جبتش منها جديده عشان هي في الاخر اصلا انوارها ما طلعتش قويه قوي زي ما انا كنت متخيل، يعني مع انها غاليه جدا. هي الفكره ان انا الانوار بتاعه الموتوسيكل بتاعي متعدله زنن زي ما انتم شايفين، الانوار لوحدها ما شاء الله يعني قويه، النور الابيض ده، فهي اصلا لونها احمر. بصوا الفجات لما باجي انور انا بقى ايه اعملها على تحت انها تفرش لي الارض تحتيه، فهي طبعا كده مفيده جدا جدا بالنسبه لي، وعلى الطريق مفيده جدا جدا وانا مسافر ان انا اشوف الحاجات اللي تحت، النقر بقى، يعني يبقى كل حاجه باينه مش شرط قدام، لا انا عايز الحاجه تبقى التحتيه كمان باينه، ده طبعا حاجه مهمه جدا جدا. فانا حاليا بقى بجيب ان شاء الله فجات، يعني بشوف بس تبقى حاجه كويسه، يعني تبقى لونها ابيض برضو تفرش لي على قدام اكتر واكتر، لان طبعا بقى الرحلات اليومين اللي فاتوا او الفتره اللي فاتت دي الرحلات الطويله بتبين لي انا بقى محتاج ايه في السفريات. فمن الحاجات اللي انا عايزها بصراحه فجات كمان زياده تفرش الطريق اللي قدامي. طبعا احنا هنا كده في منطقه كفر عبده، كفر عبده بالنسبه لي من اجمل الاماكن اللي موجوده في اسكندريه بصراحه. الشجر بتاعها، الشوارع بتاعتها الرايقه جدا والهاديه جدا جدا، بس طبعا هي كل حاجه هتبقى مظلمه بالليل فمفيش حاجه باينه. كفر عبده بقى تجيها الصبح، تيجي الصبح بس ما تجيش على الظهر، على الظهر كده بعد الظهر بتكون واقفه جدا جدا زحمه فوق ما تتخيلي، لان كتير بقى بيخشوا اختصارات من سموحه من سموحه والى سموحه، الاثنين بيختصروا من جوه كفر عبده، وطبعا بتبقى زحمه جدا وواقفه جدا جدا. هنا جنينه كفر عبده داخلين عليها، الجنينه دي برضو من الاماكن الحلوه جدا جدا لو انت جاي وعايز تقعد قعده جميله برضو هنا في اسكندريه الصبح، جميله قوي وكلها كلاب زي ما انتم شايفين، ناس كتير بقى بتجيب الكلاب بتاعتها ويجوا هنا يتمشوا برضو جوه الجنينه، وبيبقى في خناقات كلاب كتير بس طبعا لازم بيبقوا كلهم بكمامات، لو كلب شرس ولا حاجه بيلبسوهم كمامات وهكذا. ده كده طبعا احنا طالعين على شارع ابو قير. انا في اسكندريه بالنسبه لي هو الطبيعي 3 شوارع اساسيين، الناحيه اللي هي ما قبل سان ستيفن عشان برضه ما نسقطش شوارع تانية الناحيه التانية، هم البحر، ابو قير، وبورسعيد يعني لغايه المنطقه الشماليه كده. فاحنا دلوقتي داخلين على ابو قير، شارع ابو قير. بس عارفين يا جماعه هي دلوقتي الساعه 12 ونص، 12 ونص بالليل، فجاه دلوقتي برضو مش افضل حاجه، بس لا طبعا بيبقى الجو حلو. انا يعني الموتوسيكل اصلا مش بحب انزل بيه غير بالليل، يعني ما بحبش ان انا اهلكه الصبح في الزحمه وفي الحر الكلام ده كله، لا. والنهارده الحلو قوي ان النهارده الجو مش ساقعه، هو رطوبه عاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا، ده الموتوسيكلات
والعربيات كل حاجه متغرقه ندى ميه. يعني النهارده بقى ماتش المغرب للاسف، يعني مش عارف بقى هنزل الفيديو امتى. النهارده ماتش المغرب بتاع نص النهائي خسروا 2-0، بس بصراحه يعني فعلا كتر خيرهم ان هم وصلوا اصلا لنص النهائي، يعني انجاز تاريخي حرفيا. يعني النهارده رطوبه عاليه زي ما بقول لكم، يعني لدرجه ان انا خلصت الماتش طلعت بركب الموتوسيكل، المرايات كانت صفر مفيش، قعدت امسحها، السكرينه كانت صفر برضو، الكرسي كان متغرق ميه. فالنهارده الحمد لله الجو مش ساقعه بس رطوبه عاليه جدا جدا، بس عادي يعني. طبعا شارع ابو قير من الشوارع اللي بيحصل فيها حوادث كتير جدا. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان مليان، عشان هو في نص البلد مليان شوارع جانبيه، مليان من الصبح فكله حوادث، مليان حوادث طبعا اكتر من البحر باضعاف. يعني البحر يعني الحمد لله الفترة اللي فاتت دي الحوادث قلت نوعا ما، هي كانت كترت قوي في رمضان اللي فات الحوادث هنا على البحر فعلا، كنا كل يوم مش يومين كل يوم نسمع عن حالة وفاة على البحر سواء موتوسيكلات او عربيات، كانت اغلبها كمان موتوسيكلات وسكوترات. طبعا احنا كده في اتجاه سان ستيفانو، تبقوا عارفين قدام كده سان ستيفانو، زيزينيا قبل سان ستيفانو على طول. صاحبي اللي هوصله ساكن في زيزينيا، كنت بروح له بقى ايام ما ايه وانا ببدا اعمل القناه. صاحبي ده اللي عامل معايا حرفيا القناه، الشانل اللي احنا بادئينها مع بعض ايزي بايكر، كان من الناس اللي بصراحه شجعتني جدا في الاول. هنا بنزين الجليم، والشارع ده بيطلعك على البحر دايركت ده كده. احنا هنخش من الملف اللي جاي ده شمال، هنا قصر المجوهرات، من الاماكن اللي على فكره مش كتير بيروحوها، يعني معلهوش ضجه كبيره. ده كده ده قصر مش عارف بتاع ايه بصراحه، بس ده قصر المجوهرات قدامنا هنا، هوريه لكم برضو. ده معلهوش ضجه كبيره مع انه من اجمل الاماكن اللي ممكن تروحها في اسكندريه، فعلا من الاماكن الممتازه اللي ممكن تروح في اسكندريه. عندك هنا ده اهو قصر المجوهرات، اي حد هيجي اسكندريه لازم يجي يعدي على قصر المجوهرات، دي حاجه لازم اساسيه. طبعا المدخل بتاعه من هنا اهو، بس انا ما اعرفش بقى بيفتح كام بكام الكلام ده كله ما اعرفش بصراحه، ادخلوا على النت برضو اعرفه. بس لو جاي اسكندريه لازم تعدي عليه، طبعا غير بقى القلعه والمنتزه واماكن اسكندريه يعني المعروفه شويه، قصر المجوهرات مش كتير يبقوا عارفينه او زي ما قلت لكم مش عليه ضجه يعني. وده كان فلوج سريع كده في طريقي لزيزينيا من سموحه، واشوفكم ان شاء الله في عشوائيات بايكر الجزء الجاي ان شاء الله.